أهلاً وسهلاً بكل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا. تحية المساء، تحية طيبة لكم متابعينا وين ما كنتوا. حبابكم عشرة بلاك كشرة، تحية سودانية سمحة تجوب كل ربوع الوطن الحبيب من شاشة قناة الشروق الفضائية عابرة ذلك الصرح العظيم الذي يشق السودان شمالاً جنوباً شرقاً وقرباً وغربا. تحياتنا لكم متابعينا وين ما كنتوا من الوسط لكل ربوع السودان. تحية الصحة والعافية لكم إتانينا دبي، ونحن بنحييكم أكيد من خلال هذا المساء الذي نطوي فيه يوما مضى لنفتح مساء جديد من خلال ظلال الأصيل. تحياتنا لكم وين ما كنتوا. خلونا دايما نفتتح معاكم بواحد من الألحان، إنصاف مدني هي افتتاحية هذا اليوم، نسمع. اجي ذا قعد اسكار وتبلى الزل ولد هان.
فنانين السودان وين ما كانوا، تحية لهم بلا فرز. وأي واحد منهم عنده رسالة سامية هو بيأديها وبيقدمها، سواء كان في غنى الحماس، سواء كان في غنى الوطني أو الغنى بأنواع المختلفة. كمان المسادير والدوبات عندها ناسة وعندها مذاقة الخاص وعندها كمان جمهور اللي بيحبها جدا. نحن سعيدين في المساحة دي إنه يكون في حضرتنا أحمد عثمان الخير وهو شاعر دوبات. أهلا بك يا أحمد، مساء الخير. أهلا بك أستاذ عمر معاز، بنقول لك مرحب بالشروق. فخر البلد وعلامة تفرد واختلاف في الساحة زي الشامة، فيها إدارة قايدة الدفة عالية الهامة وإصطافا جميل متميزات ونشامة. أهلا بالشروق ضمة وشروق وريادة، شمسا لا تغيب بكل صراحة يا سادة. فيها إدارة هم هديمة رفع أمجادة بإصطاف بيشبه النحل الجرحته إفادة. مرحب بك ومرحب بغناة الشروق، الغناء الجميلة جدا المحببة لي جدا أنا في الإعلام المرئي. ومرحب بكل مشاهد ظلال الأصيل وكل من يشاهدنا من خلف الشاشة، تحية واحترام وتقدير ومحبة وود. يا أخ والله نحن أول حاجة شاكرين لك كثير يا أحمد، يعني الرباعيات اللي تكلمت فيها عن الشروق نحن بنشكرك جزيل الشكر، ووصلت لي وللتيم. يعني أنا سمعهم من خلال الريبيز وهم بقولوا يا سلام، ويعني يمكن كانت مساحة متميزة ومختلفة. خلينا نتكلم يعني أحمد، البدايات دائما بتكون شوية عصية وصعبة، لكن بيتك بيكون عندها أثر. الشمالية كيف أثرت فيك؟ البدايات والله هو الشعر هو طبعا عبارة عن هوايات أو مواقف بتخليك تنجبر تكتب الشعر. أول بيئة اللي قمت فيها تجد مجموعة من الشعراء، فمن هذا المنطلق التحية لأسرة أستاذي الحويج حسن الراحل المقيم، فهذا عالم من الشعر وده أستاذي. فأنا بقول لأول مرة في المنابر أنه أستاذي الحويج ربنا يرحمه رحمة واسعة. فأنا لما بديت أستاذة أمل بديت كتابة النصوص، فبطبيعة الحال كل إنسان الشمالية بيميل للنصوص أكثر، فبديت بالنصوص. ولكن بعد كده انطلقت وجيت للدوبيت
في وقت متأخر، لكن الآن كل كتاباتي صارت في الدوبيت. فأذكر أول مربوعة كانت في الدوبيت هي بتقول يا أخي لا يحات المولى أنا ممكون، ممكون بغرام ومبتلي ومجنون، مجنون من جمالا ما توجد في الكون، والكون كله قاصر من جمالك دون. فبوجود أستاذنا الحويج ما كانت في متاعب وما كانت في مصاعب، لأنه هو دائما بيزلل لك. ما عايزين نسأل طبعا كانت 200 والله متذكر ممكن 2003 يعني. أنا بديت في كتابات الشعر في 2003. جميل أحمد، يعني الدوبيت بصورة عامة والمزدار هو ملاذ الشاعر تحديدا في مجال الدوبيت، يعني يمكن المزدار ناس كثيرة ما عارفة إنه هو شنو، فكلمنا عن المزدار بالتفصيل. المسادير هي ضرب من ضروب الدوبيت، فحاجة فيها عدة أشياء. فالأساس في المزدار هو رحلة مكانية وزمانية، رحلة من مكان لمكان على ظهر دابة من الدواب. في الماضي الشعر الزمان أستاذنا والشوراني والشعر في عفره طبعا، والشوراني أكبر صاحب مسادير لأنه عنده 8 مسادير في الدوبيت، والمزدار بيكون على الجمل. فلكن في الشعر الحديث صارت مسادير عن طريق طيارة، في ناس عن طريق دواب عربات كده، في عدة حاجات يعني ناس اللي هي بيسير الشاعر من مكان لمكان لديار المحبوبة. فأذكر هنا كل المسادير بتمشي للمحبوبة، عدا مزدار أخونا عمر الدلامير له التحية، فكان مزداره متفرد إنه ماشي يخطب. طيب. فمشى وخطب ودوه وتزوج، فهذا المزدار. وفي مسادير جزء ثانية اللي هي يعني أدت غرضة، أدت غرضة. فده بيكون دي ممكن تكون الفكرة الوحيدة اللي هي أدت غرضة، وأنا عجباني جدا فكرة أخونا عمر الدلامير. يا سلام، هذا التفرد في الشعر ما بين المسادير والشاشاي والمربوق، يعني الضروب المختلفة لضروب الدوبيت عموما بتختلف وبتتنوع، لكن دايرين نسمع منك من المربوق تحديدا. أنا أديكي في المسادير قبل المربوق. طيب أدينا الاثنين، أدينا مزدار وبعديه أدينا مربوك. فالمزدار عندي مزدار لديار الولاية الشمالية اللي هو من منطقة ويتضح من خلال المزدار. فبقول نوخت أبا البركي وجفل ويتشوش، تنيت له العقال الجوجة زاد ويتحوش، الزول الملاه قليبي لما نكوش، بهجمه اللي الكتار قبالي دوخ ودوش، وبسم الله شديته وسمكته وسايده، مفاسح زوره خفه صغير غليده جرايده، الزول السبيب بقوده غطى فنايده، واتعب البعز وقلبه بالحيل رايده، ركب بدري وشرع رسنه ورخيت ازمامه، قام بي مني من سلبير هديك قدامه، على المجالس السفها ودرفن حامه، لابس حجول وسن الفيل وقد بيز مامه، وادي العد قطعته ترحرح قمريه، امبير القفل عداده فوق للمية، الشتل عليه طرف الجروف مروية، عارف وعدنا قرب وتبنا وين الجية، الزحافة جيت باريها عصرا بدري، بيشوق الجهال يا القمري اتلو وتدري، في جواي كلام عاد به وضايق صدري، لكن ناس هناي ناوين هجومي وغدري، وقع وادي الملح رقل ومغار وترير، سرجك فوق وفرو وقد بطان وحرير، يا الشغل العقل بعدك علي مرير، مهدد يوم اجيك برقد علالي سرير، مريت بمعقارب ورجل وخالي حبيب، ورجل وحالي خبيب، دومك نزع عن قرتك ملاني سبيب، هاجم ديرة الفيجيل وراسي وديب، بلسم ليه هدايا ولي جروحي طبيب، الوعر المخدري بالسمر والنال نرتاح فيها يا دومك مزرق نسال، بعد ما نصلي قوماك يلا يا الشبال سريع، راوحني بلد الحب وشغل البال، الشريان سلام يا ديار بني العمشان، ساكن فيك عقيدنا القاهرة السمتان، يا لهجك فرير يا نفسك فرير، لهجك عصير رمان، سفري عليك مخاطرة زول نمور ضيان، أول قلت برد واشرب الشاي فيه، اتذكرت وعده المين هناك عانيه، بريت أم الحسن يخمج عسر يديه، في بالي المضمر والعسر عينيه، الصينية جيته ومن حديثة جفل بقرب دغري، باريه الظل الصفل بي، عادي يا بروعة زول الجو ساكن قلبي، كيف ما جيه واحكي له المواجع غلبي، مستر كتي جيت باريها عصرا بدري، بشوق الجهال يا قمري اتلو تدري،
في جواي كلام عاد به وضايق صدري، لكن ناس هنا يناوين هجومي وغدري. سلام يا كورتي، يا الفيك العزيز واتكن فيك هلا أفاضل، وفيك طيب ومحنة، يا البعدك أزاني وقربك تلي جنة جيت غايته، لا شاورت لا بستنى، ويا مساوي يا الفيك الجناين العامرة ساكنك خالي وتكبجن قناع الضامرة. رح يا قمري الفقصورة ساكنة ودامرة، حالا بيننا يا السامع سعادة غامرة، وأهلا بنقرير بلد الخضار والطيبة، مسقط راسك السمحة المسافة قريبة، علاقة بيننا يا الخير خاتية من الريب عيل وقع الغدر، حصلت علينا مصيبة. خلاص يا القمري ديك بلد المضمر هافو، بعد جيتك محال ما عندي شيء أنا خافو، الزور الحروفي محال تجيده وصافو، أنا عش روحي بيلها جو حالات، عسافو أنا عش روحي بيلها جو حالات عسافو. يا سلام، ده نوع من المسادير اللي هي على 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 الدواب اللي هي الجمل. ففي نوع تاني من المسادير اللي هو موضوع بيسموه مزدار، فبرضو في نفس المنوال نديك منه حاجة بسيطة اللي هو بيقول لك في جقلة مردوخك مقندف قد سرج ومبطن، والعتال لويب فوق سروج ما خطن، كيرك من صقر يمصع وزيم ويترطن، بغارني قديمة بمريدا جواي يتوطن، بكسر حاط شراف اللوعين ودبك، والسمحات قلن عبس الكريم وانحبك، يا مزور القبائل يوم فيك الشبك، كبات كن طعم لو يوم في الشقيق انحبك، وبرك يا مغدارف له في الروح شان، طلح الغابة يشهد ويضا العرسان، الجزة الدواديب والرسن قرآن بيبدع فيهن الراعي المعاك طربان. يا سلام يا سلام. احنا حنسمع تاني طبعا، نسمع تاني ان شاء الله. طيب. انا عاوزة اتكلم برضو يعني ما بين المساجلات وما بين المجارة او المجادعة، يعني بيكون في اختلافات بالتأكيد، فبرضو الاختلاف ما بين المساجلات وما بين المجادعة أو المجارة. المجارة والمجادعة حاجة واحدة يكون، بس في اختلاف في المساجلات في الغافية. مثلا المباراة أو المجادعة، نتجادع في موضوع، أنا أجيب مربوع وشاعر ثاني تجيب مربوع، أو أي شاعر ثاني يجيب مربوع، بغافية واحدة، أو نجيب أنا أجيب موضوع في نفس الموضوع لكن الغافية ما محددة. أما المساجلات ممكن تكون في أي حاجة، أنا أجيب أكتب عن موضوع كامل فهي عبارة عن مساجلات، موضوع نتناقش فيه، فده دي المساجلات. جميل. المجادعات اللي حصلت بينك أحمد عثمان الخير وبين شاعر آخر؟ والله في مجادعات كثيرة حصلت بيني وبين أخونا حبيبنا فرح عبد المنسي، في مجادعات بينه وبين الأستاذ فضل ودب سبح، لكن لا تحضرني الذاكرة إنه هسي أنا أقدر أحفظهم، ولكن في مساجلة، في مساجلات حديثة. المجادعة بتكون في لحظتها طبعا، قطع أخضر زي ما بقوله صح، ولا ممكن تكون هي رد وممكن ممكن رد، يعني أنا أرسل مناسبة ما ويبقى ردها، أنا أرسل لك مسج وإنت ترد، حتى ممكن يعني ما يكون ياخد زمن، يعني نبدأ المجادعة الليلة ولظرف ما وقفت المجادعة في مكان لكن الموضوع ما اكتمل، فنجي في زمن تاني نواصل، ما شرط إلا يكون قطع أخضر. لكن المساجلات بعض الأحيان بتجي في موضوع لحظي، اللحظي جميل، موضوع لحظي نكتب فيه، لأنه لو فات من زمنه خلاص بيكون فقد القيمة. طيب نسمع مساجلات. المساجلات كنا في رحلة في خلد دهب، طبعا احنا ناس دهابة، فمن بعض المساجلات في بعض الأخوان إنه في الجبنة ناس بتتناقش طبعا الحاجة المتفردة، وطبعا الجبنة أنا شخصيا لنفسي جبنة البيت هي تفوز، الجبنة اللي بتفوز دائما، فالموضوع بيقول المسمى اللي هي جبنة الرايقة، فبقول لها جيب العد والبن والبهار والنار وابقي قريب بدور اديكي خبر انسار، رح يا الملكة يا ست الحسن والدار اقدي لي بيمها الفك السبيب الجار، اطلقي بخورك البنعش دواخل زولك وغردي فوقي بالدرر التفوض من قولك، يا الحاكم السماح مالكاه عرضك وطولك اقلي وتنتني البن زيدي فوق مقتولك، ريحة قلوتك تشفي الجروح الدام يبنك من بحر دار يا الجمرتك حامية،
يا مشتولة الضف المحني ورامي لك جواي مكان تاني المفدع سامية قليتك حمرة مو بنا محرق مر قرنفلو هبهان عرقك مأصل وحر يا الفيك الغوامة اللي دواخلي بسر مشيك والزينة وردافك تحاك الغر مويتك تغلي في الكانون نظيفي وناقع فرك لحظ براقا بييب الصاقعي خدودك والغوايش والختم متواقع محياك طلو زي شمس الصباح الفاقعي ديسك من بهل بنك متنتن طاعم لونك زي قطن سودان أبيض وناعم يا بنت البكر مضيف للخير داعم ريدي حقيقة مو ريدي اصطناع ومزاعم كب البكر فرغ للشرغرغ واملي كفاية قلاية داخل زورك أصلا مقلي وكت الديني نظرة أنا داخل كله بيقلي لا بفرز مطعم ولا بضوق بنجقلي دلالة زيدوا يا المريود كذب إذا عند المحل قهوتنا مرشوش بالعطور وممندل دلالة زيدوا يا المريود كذب إذا عند المحل قهوتنا مرشوش بالعطور وممندل ريحة الند وعبيك الخمر والصندل جهجه فكري خلى عضايا كله مجندل أبدي سوالفك الديمة بتريح بالي كبي وأرشف الفنجان وجيبيت عالي شان منك ينقط فيه عسلا حالي ورح كبيلي فيه فنجان هواك وديني معاك 20 شرغرغ ذاته ما بتكفيني مع البن والسوالف يا سماح وريني شو رايك دحين في الشل بقوله غريني قالت لي قبل ما احدثك ونواصل المشوار ارح حدثني بالخبر اللي ذكرته وصار لي زمن طويل راجاك فوق النار وليك المر ولكن عارفه دي الاقدار قلت لها خبري السار بدور احكي لك الجوال ووريك انه فرقك في الفؤاد كواي قبل ما جيك نميت ارسل الجوقاي خفت اسهرك وطول ليالي لغاي خبري فلان انا مجنون بيك والهان قدر ما اشرب الاسود بكون ظمآن وحاط خالق الفيالق والدواب والجان تكيف حضرتك ما بكيف الفنجان يا سلام خبري فلان خبري بدور اوريك انه انت فريده وفيك ما يقال غزاله وفيك عيونه وجيده خبري الحسن مكتوب في حنايا جريده مكتوب ممكون بها والرايقه ومتاع بريده كثير اخباري ما بتك فيها قاعده وسامر بدور البن معاك والقعده والدور عامر ضمير التم حول مربوط منشر وضامر هزي النار بشيش كانوه نسخن ويامر قالت لي ردت قالت لي راينا في غناك واحرف كتابتك وقولك معجبة بها جدا وفيها عاجبك زولك يا ضلي ضراي انت التواضع حولك زيد غناك وكتر فوقي من معسولك تسلم لي يا الرايدة ودوام في بالي بصبر نفسي بالنظم الغريم في مجالي بس الرب يا دايما غناك بحلالي ما يحرمني منك يا عزيزي الغالي فقلت لها وما يحرمني منك يا مجيها انقمرة ولهجك يمسخ الوالد النحل في التمرة شبه الفيل بنوك في شان هارب ضمر فرقك زي شراب السم وغمط الجمرة جيبين التني وعقبا نتني الكيف عبيرك يعني بارد وفيه طلق الهيف استايلك مع الهندام رشيق وظريف رفقا بيا أنا يا در قلبي خفيف وفي بدعت الله ما كان الفراق بإيدي بالك خلي من نفسك واحفظ ريدي في بدعت الله ما كان الفراق بإيدي بالك خلي من نفسك وأحفظ ريدي يا بلسم جروحي وسر غناي قصيدي بوعد كن فوقك بوعد كن فوقك دي مشاحن بريدي قالت ما أنا الما بيقول لو دحت يا مريودي وعدا مني حافظاه الوداد وعودي يا براق مطرت الفيلم حول ورعودي عايد وفايد إن شاء الله وأنال مقصودي عايد وفايد إن شاء الله وأنال مقصودي يعني لوحة جمالية احنا بدأناها من قلية البن لحد ما انتهت الجلسة والخبر السار اللي عاوز توصله لها يعني صورة متميزة ومختلفة ويمكن قصة عشناها واقع انت جسدته لنا من خلال الكلمات أحمد يعني بنلقى فيه كثير من القضايا اللي انتوا كتبتوا عنها واللي كان عندها أثر في مجتمعكم البسيط سواء كان في المنطقة البسيطة أو سواء كان في السودان كله قضية كانت عند أحمد ترجمة من خلال المسادير أو من خلال الدوبيت بصورة عامة والله أنا من ضمن القضايا اللي هي كانت رسالة للمجتمع وقضية حسيتها من واقع يعني
فهي قضية بتاعت عمل النظافة. يا سلام. فحز في نفسي إنه شخصي أهان، أهان عامل النظافة، فكتبت في الموضوع ده. فكان بقول موضوع جد مع اللي بني معرق فكري، طرقت برايا لاني ما وصل هذول مكري، قصدي شريحة تستاهل غناية وشكري، معاسي العامة كم دردكتهم فوق حكري، ورب الكعبة اثنين جد بأسفر في الزول المعاغ وعمالة البلدية، الفضة الشوول واللصاق عربية ليكم مني تقدير واحترام وتحية، عامل الصحة ضابط الصحة والعاملة اللي بنظف قاط وديلة بيشقو شان يرضوا البيلسي فاطرو، عامل الصحة حقه الناس مع أسيت شاطره تطيب خاطره تطيب نفسه بالشيء اللي بيطيب خاطره. فده كان موضوع. يا سلام والله جميل، دي قضية فيه قضية كانت حية. ف ده جزء كان لقى قبول من اخواننا الشعراء، فهم بيشجعوك على انه انت تكتب في المواضيع الحية. فالدبيت هو رسالة، غير انه الناس بتتونس به وبتغير به، لكن هو رسالة. وفي كثير من الشعراء كتبوا في الجزء بذكر الأخوان وبذكر أنه الشعراء فيما بينهم أكيد بيكون عندهم مدح وبيكون عندهم كثير من التفاصيل ما بين شاعر وشاعر. الإخوانيات واحدة من ضروب الشعر بصورة عامة، ويمكن في احترام كبير ما بين شعراء الدوبيت تحديدا فيما بينهم زي ما أنت أسلفت وقلت، وإنه هم بيسمعوا لبعض وبيحاولوا يصححوا بعض ويصوبوا بعض وينتقدوا، يعني حتى الانتقاد فيما بينكم موجود. أدينا نموذج أخير للإخوانيات وكلمنا عنها برضو بإيجاز. الإخوانيات هي برضو تقولي من الشعر الواقع، فأنت لما تلقى المعزل بتلقاه من الأخوان، هي دافع حقيقي لأنك أنت تكتب في حاجة أنت عشتها في الواقع. فالأخوان نحن في مجال الشعر بالذات بنجتمع بوتغة بتاعت أخوان من كل قبائل السودان، من كل أطياف المجتمع، من كل الدول. فبقول في المجال ده والتحية لكل أخواني والله فردا فردا، فبقول لهم انتوا أخواني وانتوا العز فوق روسكم مخيم يباني، كلمة الناقصة فيكم ما بيجيبها لساني، بيكم بفتخر واعتز وأقول سوداني. يا اللي بقى أنا في أخواني ثابت وصامد، نزيف مر السنين باقل له يا النور ضامد، بحثت معاجم الشكل الشهير والغامض، لقيت الفرصة والجخ والكرم دار حامد، أحفاد المنحل صافنات وجوايد، عز القوة هيكم فرض ماها عوايد، فزعناد في صي وسموم وهوايد، ما بتنقادوا يا ناس انتو ديما قوايد، وكيفكن يا بقدم ما قلت ضمنا دايد، حكم وحلم ويضا في القواسي شدايد، اتو فلاح وإتو رباح، صلاح فوايد دفاعين جنب كذا مبكريت وقلايد، أبوي وصاني أعزل في الرفق ناس ندر، عزلت رفاقتي للشيلة التقيل شد قدر، يا سندي ضراي في الواجب دايما صدر، ركوب كن شوح مسكري ما بتشد الفدر، كثير والله قالوا لي رفاقتك عزل، برد بقوة ما بنخاوي خملة ورزل، عشان البين ببزل دمي والروح بزل، عارف روحي لا بندم ولا بنخزل، تواريخ الشرف بورانا بنسطرهن، وليات المساكين نحن بنبطرهن، مواعين السمح لغيرنا بنقطرهن، وجلسات الأنس بغنانا بنعطرهن، المحن البجن بعقولنا بنخطرهن، ويابسات السنين نسقيهن ومطرهن، هموم الدنيا بنداويهن شاطرين، هموم الناس بنعرف ليه جبر خاطرين، ومن قطر الرفق نزلنا كم زول يابس، وركبنا البسندة الواق عليها يكابس، ما فينا البلاقي الضيف مكشر وعابس، واسقر فينا زول تاج المكارم لابس، قصد أخواني من كل القبائل طيبين عشرة سمحين النفايل، المنقام وخاتين الرزايل، صحيح قلت ما محتاج دلايل، وديل أخواني ساس ذكر وأصايل، بشكر لا الممات مورد جمايل، قدر ما أجيب صفات ديل والفضايل، بشوف
حرفي كتبته جميل وخايل بشوف حرفي كتبته جميل وخايل. أحمد والله يا أخي إحنا يعني ما عارفين نقول شنو غير إنه كلامك اللي أنت قلته ده هيكون هو خير وختام للمساحة دي والتجوال ما بين المسادير وما بين الدوبات وما بين الإخوانيات وما بين المساجلات المجارة، يعني التفاصيل الكثيرة لشعر الدوبات وجمالياته واللوحات الكثيرة اللي احنا عشناها معاك وتفرجنا على معرض متكامل من لوحاته وعشنا معاك في تفاصيل الشعر بصورة عامة بعمقه وبجمال كلماته. شكرا جزيلا أحمد عثمان الخير لك التحية. شكرا جزيلا لك أستاذة أمل، تحية لك والتحية لكل الإصطاف العامل في قناة الشروق، والتحية من هنا لأستاذنا النجاضي محمد علي النجاضي شاعر الفز، والتحية لأخواننا من كل الأطياف، والتحية لأخونا كتاحة وأخوانه فهنا في لغز هو بيعرفه، والتحية ليكم والتحية ما تنسى زول يا أحمد بعدين بيزعلوك التحية لأخواننا الشعراء فردا فردا، والتحية لجمهور اللي بيساندنا. والله حقيقة نحن عندنا جمهور ما نقدر نوفيه حقه، والله هو سند لنا وهو داعم لنا، فليهم التحية والله أينما حلوا وأينما لقوا حرف من حروفنا طاير هم على طول بيدونا بوجهة نظرهم وبوجهونا فنحن والله شاكرين ومقدرين لهم جدا جدا، والتحية للوالد والوالدة، والتحية لكل الأهالي داخل وخارج السودان، والتحية للطيور المهاجرة في الخارج في كل بقاع الوطن الحبيب، ولك مثلها يا أحمد. ونقول لهم أخواننا العرب السعودية شرفتنا، والتحية لكل الفرق العربية اللاعبة في كأس العالم، والتحية للجمهور العربي عموما، والتحية لك أنت كمان ولجمال هذه المساحة اللي تناقشنا وتداولنا فيها وتجارينا من خلال شعر الدوبات. نحن حنمشي برضو وما بعيد عن الشعر لواحد من قامات بلادي لشاعر إفريقيا اللي تغنى له كثير من الفنانين، إحنا حتكون مساحتنا القادمة لواحد من هؤلاء الشعراء تحديداً محمد مفتاح الفيتوري، لكن خلونا نغششكم بلحن كده وبعدين بنرجع نشوف المساحة الجاية هي شنو. أهلاً بكم. لحظة من وثني أو لحظة من وثني تغسل عني حزني، لو لحظة من وثني أو لحظة من وثني تغسل عني حزني، تحملني ترجعني، تحملني ترجعني لا عيون أطني يا أطني يا أطني. والشمس في السماء كالشراع، والشمس في السماء كالشراع، تعانق الحقول والمراعي وأوجها العمال والزراع. يا وطني لو لحظة
من وثني أو لحظة من وثني تغسل عني حزني تحملني ترجعني تحملني ترجعني لا عيون أطني يا أطني يا أطني أصبح الصبح كأن الزمن الماضي على الماء نقوش أصبح الصبح كأن الزمن الماضي على الماء نقوش فارفعي راية أكتوبر فالثورة ما زالت تعيش أصبح الصبح كأن الزمن الماضي على الماء نقوش فارفعي راية أكتوبر فالثورة ما زالت تعيش في قلوب وأيادي وأنا ما زلت بالبعد أنادي يا بلادي يا مغاني وطني لو لحظة من وثني لو لحظة من وثني تغسل عني حزني تحملني ترجعني تحملني ترجعني لا عيون يا طني يا طني أجمل من فراشة مجنحة أجمل من فراشة مجنحة أجمل من فراشة مجنحة على ضفاف المقرن الجميل أجمل من فراشة مجنحة أجمل من فراشة مجنحة على ضفاف المقرن جميل أجمل من نوارة نوارة مفتحة أجمل من نوارة نوارة مفتحة تحلم تحت ذهب الأصيل أجمل من رائحة النضال لم أشم رائحة أجمل من رائحة النضال لم أشم رائحة أجمل من رائحة النضال لم أشم رائحة في صبحك الجليل يا فخر هذا الجيل يا فخر هذا الجيل يا فخر هذا الجيل يا فخر هذا الجيل يا وطني لو لحظة
بهذه الكلمات الرائعات وبمن كتب في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق، حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت برغياتي وطبول الآفاق، عشقي يفنى عشقي وفناء استغراق، مملوكك لكني سلطان العشاق. لي عاشق من أفريقيا، ومن كتب أذكريني يا إفريقيا، ومن كتب لأفريقيا وكان محبا لها حبا صادق هو شاعر إفريقيا محمد مفتاح البيتوري، الذي سيكون حاضرا معنا من خلال هذه المساحة، والذي احتفى به العالم أجمع في مساحات مختلفة ومتعددة ومتميزة، وكان احتفالا يليق بعظمة هذا الشاعر الفذ الكبير الذي كان السودان هو من رضع من ترابه ومن أرضه وعشقه ونيله ومن شرب من نيله، والتفاصيل الكثيرة المرتبطة بمحمد مفتاح الفيتوري من خلال مؤسسة الفيتوري للثقافة والعلوم الإنسانية والإبداع. نحن بنسعد جدا بأنه يكون ضيف عزيز علينا تاج الدين محمد مفتاح الفيتوري. أهلا وسهلا بك، مساء الخير. بسمه تعالى، اللهم صل وسلم وبارك على جمال النبي وعلى جمال آل النبي، وصلوا وسلم وبارك على كمال النبي وعلى كمال آل النبي، وصلوا وسلم وبارك على جلال النبي وعلى جلال آل النبي، صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وآل سيدنا محمد النبي، الحسن والحسين والفاطمة والعلي، صلي ربي عليهم كما تحب وكما ترضى وكما ينبغي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهل السودان وشعب السودان. السلام على الأرواح الطاهرة التي ترفرف في فضاء هذا السودان التاريخي. السلام على قناة الشروق طيبة المشراق، وشمسنا التي يجب أن لا تغيب ولا تعاود المغيب كما حدث في مرات أخرى. اليوم في حضرتكم وفي حضرة من نهوى شاعرنا الكوني محمد مفتاح الفيتوري، هذا الرجل الرقم الكوني الذي يحتفي به العالم واحتفت به كل المحركات البحث العالمية، على أبرزها محرك جوجل للمعرفي بذكرى ولادته 85 نحن نتكلم عنها باستفاضة الموضوع ده يعني، لكن خلينا نبدأها من أول يا تاج. مرحبا. نبدأها من الجنينة، والجنينة هي المكان الميلاد، وبعد كده ممكن نتكلم عن التجوال ما بين مصر وما بين ليبيا والبدايات الحياة الأولى محمد مفتاح الفيتوري. شاعرنا الكوني محمد مفتاح الفيتوري رضوان الله تعالى عليه ولد بمدينة الجنينة، حاضرة عاصمة مملكة دار مساليد في ذلك الزمان قبل انضمامها إلى جمهورية السودان طواعية عام 1910 بعد معركة دروتي العصماء التي استشهد فيها السلطان تاج الدين والسلطان وقضى ومن بعده السلطان بحر الدين، وفيها نفر جليل من قبائل الغرب الأقصى في السودان. نسأل الله الأمن والأمان والسلم لكل هذه المجتمعات وتلك التقنيات. ثم انتقل إلى الإسكندرية، إسكندرية المرسي أبو العباس وياقوت العرش، ثم بعد ذلك عاد إلى السودان، ثم انتشر محمد مفتاح الفيتوري في محيط النطاق الدولة العربية الموحدة من البحرين وقطر والإمارات ومرورا حتى أقصى المغرب العربي. محمد مفتاح الفيتوري لا يؤمن بالحدود ولا يؤمن بالتسميات الاستعمارية التي فرضها علينا ذلك الواقع الاستثماري. في هذه اللحظة وفي هذه السانحة نوجه الثناء والدعاء لإخوتنا في دولة قطر بمناسبة هذا الحدث الإنساني الرياضي العالمي الذي كلنا قلبا وقالبا نقف مع أخوتنا وأشقائنا في قطر الشقيقة وفي كل منظومة العربية. ولعلنا نستفتح بقصيدة داعمة لكل ما يقوم به أخونا الشيخ سمو الأمير تميم المبارك. القصيدة هي كانت مقررا في كل المنظومة التعليمية في ستينيات القرن الماضي، كانت في كل المدارس. القصيدة اسمها أغاني إفريقيا، تقول ويقول الشاعر الكوني محمد الفيتوري في إفريقياته في ذلك الزمان: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجا، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم، عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر
رغم قضبان الزمن، فاستمع لي استمع لي، إنما أذن الجيفة صماء الأذن. إنكن سرنا على الشوك سنينا، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراتا جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إن تكن قد أوهت الفأس قوانا، فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا، فبنينا لأمانينا سجونا، ورفعناه على أعناقنا، ولثمنا خدميه خاشعين، وملأنا كأسه من دمنا، فتساقانا جراحا وأنينا، وجعلنا حجر القصر رؤوسا، ونقشناه جفونا وعيونا، فلقد سرنا على أنفسنا، ووحونا ومحونا وصمة الذلة فينا، الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار غراها، فانظر الإصرار في أعينها، وصباح البعث يجتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريض من ضياها وتغطت بزجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مغلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو ممياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد، تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها، لم أعد، كيف يستعبد أرضي أبيض، كيف يستعبد أمسي وغدي، كيف يخبو عمري في سجنه وجدار السجن من صنع يدي، أنا زنجي وإفريقيتي لي لا للأجنبي المعتدي، أنا فلاح ولي أرضي التي شربت تربتها من جسدي، أنا إنسان ولي حريتي وهي أغلى ثروة من ولدي، أنا حر مستقل البلد وسأبقى مستقل البلد، ها هنا ها هنا واريت أجدادي هنا، وهم اختاروا سراها كفنا، وسأقضي أنا من بعد أبي، وسيقضي ولدي من بعدنا، وستبقى أرض إفريقيا لنا، وستبقى أرض سوداننا لنا، فهي ما كانت لقوم غيرنا، نحن أهرقنا عليها دمنا، ومزجنا بسراها عظمنا، وشققناها بحارا وربا، وزرعناها سيوفا وقنا، وركزنا فوقها أعلامنا، وتحدينا عليها الزمن، وسنهديها إلى أحفادنا، وسيحمون علاها مثلنا، فاسلمي يا أرض سوداننا لنا، فأرض تسلمي يا أرض سوداننا يا لنا. تسلم أرض السودان ويسلم الشاعر الفيتوري. تجدين يعني بالتجوال في حياة شاعر الفيتوري وانتقالاته المتنوعة ودراسته تحديدا اللي كانت في جامعة الأزهر، ومن بعدها مجالات عمله المتعددة اللي يمكن يعني اشتغل في مجال الإعلام، وكان كاتب أديب وكان غيره. خلينا نتكلم باستفاضة عن حياته الدراسية وحياته العملية تحديدا. أستاذنا الشاعر الكوني محمد مفتاح الفيتوري درس بالمعاهد الأسرية، ثم انتقل إلى كلية دار العلوم بقاهرة المعز لدين الله الفاطمي، هو وإخوته الأستاذ محي الدين فارس رحمهم الله جميعا، وكل علماءنا وأدباءنا على هذا الصدد. ثم بعد ذلك عمل خبير إعلام بجامعة الدول العربية، ثم تنقل في المناصب فيما بين الأعمال الصحفية والكتابية والإبداعية والشعرية، ثم بعد ذلك حدثت بعض التفاصيل التاريخية المملة مما جعلته ينحاز إلى معسكر ما، لكون أن كانت الظروف تقتضي تلك التصرفات. إسكندرية، عندما نتحدث عن إسكندرية يمكننا أن نتذكر المرسي أبو العباس رضي الله عنه وتلميذه ياقوت العرش. ياقوت العرش بالمناسبة هو نوبي وينتمي إلى بلاد النوبة، مملكة كوش ومنطقة شمال السودان. سيدي ياقوت العرش الذي كتب عنه محمد مفتاح الفيتوري أروع القصائد التي تقول: دنيا لا يملكها من يملكها، أغنى أهليها ساداتها الفقراء، الخاسر من لم يأخذ منها ما تعطيه على استحياء، والغافل من ظن الأشياء هي الأشياء، تاج السلطان القاتم تفاحة تتأرجح على سارية الساحة، تاج الصوفي يضيء على سجادة قش، صدقني يا ياقوت العرش أن الموتى ليسوا هم هاتيك الموتى، والراحة ليست هاتيك الراحة،
عن أي بحار العالم تسألني يا محبوبي، عن حوت قدماه من صخر عيناه من ياقوت، عن سحب من نيران وجزائر من مرجان، عن ميت يحمل جثته ويهرول حيث يموت. لا تعجب يا ياقوت، الأعظم من قدر الإنسان هو الإنسان. القاضي يغزل شاربه لمغنية الحانة، وحكيم القرية مشنوق والقردة تلهو في السوق. يا محبوبي ذهب المضطر نحاس، قاضيكم مجدود في مقعده المسروق، يقضي ما بين الناس ويجر عباءته كبرا في الجبانة. لن تبصرنا بمآقنا غير مآقينا، لن تعرفنا ما لم نكذبك فتعرفنا وتكاشفنا أدنى ما فينا. قد يعلونا يا ياقوت فكن الأدنى تكن الأعلى فينا، وتجف مياه البحر وتقطع هجرتها أسراب الطير، والغربال المثقوب على كتفيك وحزنك في عينيك جبال ومقادير وأجيال. يا محبوبي لا تبكيني، يكفيك ويكفيني، فالحزن الأكبر ليس يقال. يا سلام، يعني القصيدة دي ودتني لتفاصيل بأنه الفيتوري تحديدا استطاع أنه هو يجمع ما بين أفريقيته اللي بيحبها جدا والبيعتد بها يعني بيفخر بها جدا، وما بين إيمانه بالعروبة وبإيمانه بعروبته وبرضه الحق العربي في فلسطين. يعني كيف استطاع أنه هو يجمع كل هذه من خلال قصائده ومن خلال إيمانه القاطع بتفاصيله؟ وخلينا نتكلم عنها برضو، عن إنه هو كتب ما كتب عن العروبة زي ما كتب عن أفريقيا. باسمه تعالى الأستاذ الشاعر محمد مفتاح الفيتوري الذي نحتفي بذكرى ولادته 86 عام. عندما أدلف أو دلف محمد مفتاح الفيتوري آنذاك بأول مجموعة شعرية طبعت له على نطاق مصر المؤمنة أو مصر الحسين، كان عمره 20 سنة في ذلك التوقيت. في هذا اليوم نحن نعادل 66 عام من الإبداع الأدبي والإنساني والثوري والجمالي في رحلة محمد مفتاح الفيتوري الشعرية. نحن وكشعب السودان منذ حلت النكبة وحلت الفاجعة الطويلة على أهلنا وأشقائنا وإخوتنا في العروبة وفي الدين وفي الحب وفي الجمال في فلسطين المحتلة، كان لنا طود بازخ بقواتنا التي استشهدت في الحروب المتكررة سواء على جبهة سيناء أو على الجولان أو في المقاومة ضد الاحتلال والكيان الصهيوني الغاشم الذي احتل مسرانا. كتب محمد مفتاح الفيتوري قصائد عديدة في تدعيم وتقويم رحلة المقاومة الفلسطينية، ولعل شاعرنا الفيتوري غنى له أستاذنا أسطورة الغناء الكوني محمد عثمان وردي هذه القصيدة التي اسمها شاهد عيان. القصيدة تقول: ليس طفلا ذلك الخارج من أزمنة الموت إلهي الإشارة، ليس طفلا وحجارة، ليس شمسا من نحاس ورماد، ليس طوقا حول أعناق الطواويس محلا بالسواد، إنه طقس حضارة، إنه إيقاع شعب وبلاد، إنه العصر يغطي عريه في ظل موسيقى الحداد، ليس طفلا ذلك الخارج من قبعة الحاخام من قوس الهزائم، ليس طفلا وتمائم، إنه العدل الذي يكبر في صمت الجرائم، إنه التاريخ مسقوفا بأزهار الجماجم، إنه روح فلسطين المقاوم، إنه الأرض التي لم تخن الأرض وخانتها الطرابيش وخانتها العمائم، إنه الحق الذي لم يخن الحق وخانته الحكومات وخانته المحاكم. فانتزع نفسك من نفسك واسكب أيها الزيت الفلسطيني أقمارك، وحد ذاتك الكبرى وقاوم، وأضئ نافذة البحر على البحر وقل للموج إن الموج قادم. لست طفلا أيها القادم في عاصفة الثلج وأمواج الضباب، لست طفلا قط في هذا العذاب، صدئت نجمة هذا الوطن المحتل
في مسراك من باب لباب مثل شحاز تقوصت طويلا في أقاليم الضباب وكزنجي من الماضي تسمرت وراء الليل مثقوب الحجاب لست طفلا يتجلى عابسا في لعبة الكون المحطم أنت في سنبلة النار وفي البرق الملثم كان مغدورا لأغصانك مجد الأعمدة ولأمطارك سقف الأمم المتحدة ولأحجارك بهو الأوجه المرتعدة لست طفلا هكذا تولد في العصر اليهودي وتستغرق في الحلم أمامه عاريا إلا من القدس ومن زيتونة الأقصى وناقوس القيامة شفيفا وشفقيا كغمامة واحتفاليا كأكفان شهيد وفدائيا من الجرح البعيد ولقد تصلبك النازية السوداء في أقبية العصر الجديد وعلى من غرسوا الغضبان في عينيه ألا يتألم وعلى من شهد المأساة ألا يتكلم. محمد مفتاح الفيتوري لإخوتنا وأحبتنا في فلسطين العروبة في أرضنا ومسرانا ومعراجنا. جميل. يعني تجدين محمد مفتاح الفيتوري، بالرغم من جماليات كتاباته وكل التفاصيل المختلفة اللي كتب عنها إلى أنه يعني يقترب للتيار اليساري على الرغم من أنه ما انخرط في الأحزاب الشيوعية أو اليسارية، ممكن نتكلم عن الناحية دي تحديدا باقترابه من التيار اليساري؟ بسمه تعالى، الأستاذ محمد مفتاح الفيتوري لم يكن متحزبا في يوم من الأيام إلى حزب ما قط. كان له علائق ودادية اجتماعية ثقافية إبداعية صحفية مع حزب الأمة، كان يرأس الصحف حزب الأمة في العصر ذلك العصر، وكان يرأس صحيفة المريخ زمن اللواء أبو العائلة رحمه الله، وكان يرأس مجلة جريدة الناس، صحف هي بين بين، وكان له علائق فخيمة مع عبد الخالق محجوب رحمه الله والشفيع أحمد الشيخ والنور عثمان بكر وبابكر النور وجوزيف قرن وكل المنظومة قيادات الفكر التقدمي في ذلك الزمان، حيث كان التيار العارم على منظومة مجموعة الدول العربية والعالم الثورة البلشفية والتقدمية. رغم أنه كان معارض يعني وهجى الحكام وكتب عنهم كثير من القصائد الهجائية، اتخذ موقفا إنسانيا يليق بمقتل ومصرع عبد الخالق محجوب ورفاقه في قصيدة تسمى أقوال شاهد إثبات قلبي على وطني، وندد فيها بالتهمة الحاكمة آنذاك المايوية في اغتيالهم مع سبق الإصرار والترصد رغم الأخطاء العسكرية التي يجب أن يحاكم عليها العسكريون. كان ذلك الموقف إنسانيا بحيث أنه لم يقدم لهم محاكمات عادلة، لم يتوفر لهم فرصة العدالة الانتقائية في الإدانة وفي المترافع وفي إلى آخر التشكيل الأشياء، فكان في ذلك الزمان كان يجب أن يتخلصوا منهم. وكثيرون بعد ذلك، الإمام الهادي قتل في الحدود السودانية الأثيوبية واغتيالات غير مبررة واغتيالات بعنصر الزمان، حيث تم اغتيال الشريف يوسف الهندي من مد الزمان، الأستاذ بابكر الكرار، عظماء من عظماء السودان وضعوا لبنة الثورة والحب والجمال في السودان. جميل. طبعا الفيتوري يعني هو شاعر متمرد بمقاييس كثيرة بشعره من خلال يعني جمال الكلمات اللي كتبها. في واحدة من الصور اللي تم عرضها من خلال الشاشة هي احتفاء جوجل بمحرك البحث العالمي بصورة الفيتوري، ممكن نتكلم برضو عن دلالات الصورة والفعالية وكيف كان عندها يعني أثر القوي على الشاعر. عندما يحتفي محرك البحث العالمي المعرفي جوجل بهذا الشاعر الكوني محمد مفتاح الفيتوري بجميع لغات العالم المقروءة والتي تحويها الأسافير المختلفة، هو ليس إشارة إلى محمد مفتاح الفيتوري، إنما هو دلالة على أن هنالك شعب عظيم له تاريخ، له حضارة، له رمز من رموزه. محمد مفتاح الفيتوري هو يمثل السودان، يمثل الثوريين، يمثل الذين يحبون السودان، يمثل الذين يخلصون لهذا الوطن، يمثل صناعة الحياة والجمال والحب والخير لهذا الوطن، على العكس من الأطراف الأخرى التي تصنع الموت والدمار والبغض والتفرقة.
الفيتوري البروفيسور عبد الله الطيب رحمه الله ورضوانه عليه، غرد علماء العالم هؤلاء الطيب صالح رحمه الله، النور عثمان بكر الطيب، محمد الطيب، إبراهيم الصلاحي، هؤلاء القوم كان لهم الشأوى المعلى في رفعة السودان خارج ونشره ونشر معارفه. والفيتوري عندما يتكلم عن إفريقيا هو يتحدث بعينه السودانية، لأنه لم يزر دولا إفريقية، كان ينظر للسودان فينسج أحلامه وأغانيه وعشقه في أربع مجموعات أغاني إفريقيا، عاشق من إفريقيا، اذكريني يا إفريقيا، أحزان إفريقيا. كان محمد مفتاح الفيتوري الشاعر الكوني أول من تحدث عن مشكلة الاستعباد، مشكلة الاستعمار، مشكلة الاستحمار، مشكلة الاسترزاق، مشكلة بمتاجرة بقضايا وهموم وآلام الناس في المنظومة الاستعمارية. ثم بعد ذلك وكلاءهم عبر الزمان أو في مرحلة ما يدعى بالاستغلالات الزائفة، كان الفيتوري ينادي بسلطة الشعب، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن له رؤية في الأحزاب، أن الحزبية هي نوع من الخيانة ضد الشعب. الكلام عن محمد مفتاح الفيتوري بتفاصيل الحياتية يعني المليانة والكاملة الدسم يعني لا تسعه هذه الهنيهات، لكن أنا عاوزة يعني ناخذ واحدة من الصور لو سمح لنا ناس في الكنترول، اللي هي زوجته الأستاذة باسمه تعالى الأستاذة الدكتورة آسيا محمد طوم الطاهر الكتيابي، أو الأستاذة السيدة آسيا عبد الماجد، أو الأستاذة آسيا أم إيهاب، رائدة المسرح السوداني، الذين من أوائل الذين درسوا علم المسرح في الأكاديمية المسرحية في مصر، وهي رفيقة أو رافقها عفاف شعيب وشهيرة وأشرف عبد الغفور وأحمد زكي رحمه الله وبارك الله في من كده موجود في هذه الحياة، وهي رائدة التعليم في السودان، هي رفيقة نضال محمد مفتاح الفيتوري وإبداعه، رصدت أكثر من عمرها وتاريخها وأحاسيسها ودفعت فواتير لم يدفعها أحد، 17 عام من الغرب والارتحال أبان النظام والطغمة المايوية في ذلك الزمان، دفعت تكاليف، عانت، فصلت من الأعمال التي كانت تقدمها للمجتمع في مجالها التعليمي ومجالها المسرحي، لها التحية. وسبحان الله يتوافق ولادة الأستاذ محمد الفيتوري والأستاذة الدكتورة آسيا عبد الماجد أو آسيا أم إيهاب أو آسيا محمد توم الطاهر الكتيابي في هذا اليوم، أوجه لها التحية، وكل عام وأنت بألف ألف خير، مباركة أيامك، ورحمة الله على مولانا وشاعرنا الكوني محمد مفتاح الفيتوري الذي هو يقيم في مقبرة الشهداء برباط الخيل برباطنا في المغرب الحسني، التحية لها ولآلها في جميع أسرة الشيخ الجعلي وأسرة الكتيابي التي معروف عنها الأدب والثقافة والإبداع والعبقرية. نحن شاكرين لك كثير والله يا تاج الدين محمد مفتاح الفيتوري، ما قصرت رغم أنه حياة شاعر الفذ والكبير محمد مفتاح الفيتوري هي عندها جوانب وزوايا عدة لا نستطيع يعني لملمتها من خلال هذه المساحة، إلى أنه الجميل في الأمر أنه مؤسسة الفيتوري للثقافة والعلوم الإنسانية والإبداع هي تحفظ هذا الإرث العظيم اللي خلفه، ونحن بنحييك من خلال المساحة دي ونتمناك إن شاء الله في مساحات قادمة بإذن الله. شكرا لك. أكرمتي وأكرمت قناة الشروق شمسنا التي لا تغيب ولن تغيب، والتحية لكل المنظومة الإعلامية في السودان دون استثناء، تلفزيون الغومي، قناة النيل الأزرق، كل من احتفى بالفيتوري، الهيئة الغومية للإذاعة والتلفزيون السودانية، لكم التحية أيها الجنود المجهولون الذين تقفون حول هذه الكاميرات وفي الاستوديوهات، أنتم الذين تصنعون الحياة والمجد والثورة، والسلام على الشهداء، حرية، سلام، عدالة، كرامة، قصاص، اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام لك التحية، وبالتأكيد نحن من خلال هذه المساحة نحاول أن نكرم هذا الشاعر بكم فترة صغيرة جدا إلى أنها ثرة ومليانة بكثير من التفاصيل. واحدة من عبقريات محمد مفتاح الفيتوري هو ما تغنى به مارسيل خليفة. خلونا مع بعض نمشي المساحة دي ونجي راجعين. غرباء كما أنتم، فقراء كما أنتم، يا أحباب الموت عودوا حتى لو كنتم قد متم. عودوا أنا كنتم غرباء كما أنتم، فقراء كما أنتم،
يا أحباب الموت عودوا حتى لو كنتم قد متم. صمتا صمتا من هذا الطارق أبواب الموتى؟ يا هذا الطارق من أنت؟ أيكون العالم أيكون العالم لم يبق لدينا ما نعطي؟ أعطيناه دمنا أعطيناه حتى أعظمنا وجماجمنا ومضينا مقهورين لا نملك إلا بعض تراب بالماضي. عودوا أنا كنتم غرباء كما أنتم فقراء كما أنتم. يا أحباب الموتى عودوا حتى لو كنتم قد متم. يا هذا الطارق أبواب الموتى ضوضاءك تفزعنا وتقض مضاجعنا فارجع لا تفجعنا لا تحرمنا النسيان. يا أحباب الفقراء يا أحباب الغرباء كنتم أبدا عظما كنتم أبدا عظما. يا أحباب الغرباء يا أحباب الفقراء كنتم أبدا عظما كنتم أبدا عظما. يدعونا كي نرجع دميت أيدينا أرجلنا لكن سوف نسي ومياه النهر تسي وشموس الأرض تسي وتراب الأرض يسير ونظل نسير نسير لكن سوف نسي ومياه النهر تسي وتراب الأرض يسير وتراب الأرض يسير ونظل نسير نسير لكننا سوف نسير ومياه النهر تسير وشموس الأفق تسير ومياه الأرض تسير ونظل نسير نسير. لا 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 لا. هو ذا صوت من الأرض السمراء آت 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 من جبل الأطياب آت من حقلي من شمسي من حقلي من شمسي من آلام شعبي آت من آلام شعبي سوا. لا 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 سوا. لا لا طلق صوت الأنين طلق قلبي الحنين طلق صوت الأنين طلق قلبي الحنين وجئت طلق وجئت صفع لكل ضمير خان جئت طلق وجئت صفع لكل ضمير خان تركت النجم تركت. اهلا وسهلا بكم من جديد تحيه لكم متابعينا وين ما كنتوا وتحيه لكل اللي انضم لمتابعتنا فيما تبقى من مساحه لظلال الاصيل لهذا اليوم. احنا بنحييكم وبنرحب بكم والمساحه الاخيره زي ما تعودتوا من خلال حلقه هذا اليوم حتكون ان شاء الله عن الطرب وعن الفن السوداني الاصيل. نحن بنسعد جدا انه يكون موجود معنا الفنان قريب الله الامين النعيم. اهلا بكم مساء الخير.
قريب الله أمين النعيم. الأمين النعيم. مرحب بك يا قريب الله. الله يديك العافية. مرحب بك ومرحب بقناة الشروق. مرحب بالاستضافة العامل يعني إن شاء الله. قريب الله دايما بيقولوا زعمل الحي اللي بيطرب ده هو في السودان يعني عموما. نعم. لكن نعم. أنت كنت زعمل حي بر السودان في القاهرة. نعم. البدايات. نعم. أنا في الحقيقة بديت يعني 2005 في برنامج نجوم الغد 2005 مع الأستاذ بابجر الصديق. نعم. فبعد ذلك يعني ما كانت في القاهرة، كانت هنا ومشيت. كانت بداية لكن ما يعني ما كان استمريت كثير يعني، منها سافرت القاهرة وأكملت مسيرتي الفنية في القاهرة يعني. تجربة نجوم الغد تجربة يعني مميزة بالنسبة لك، ويمكن هي أدتك المساحة لأنه أنت تنطلق بعد كده. نعم. ببراحات أكثر. شنو الحاجة اللي أضافت لك؟ والله طبعا يعني كجمهور وك يعني كانت يعني في الوقت في الوقت ده كانت حاجه يعني اضافيه بتضيف لكل فنان يعني، بتضيف لك نجوميه وبتضيف لك يعني، كانت حاجه كده جميله صراحه يعني، اضافت لكل زول شارك في هذا البرنامج يعني. انا بحيي من هنا العاملين على هذا البرنامج يعني. نحن قبل ما نمشي للقاهره والمحطات الكثيره الموجوده فيها وباقي التفاصيل عنك، رايك شنو تسمعنا اول لحن؟ جدا ان شاء الله نسمع اغنيه غرام الروح. غرام الروح. الراحل المقيم زيد الابراهيم يعني. لك التحيه نسمع تفضلوا. بيجي تصادي
ذكرت ما جاء فيه سلام. شكرا لك وشكرا للفرقة الموسيقية كمان، احنا بنحييهم واللي حيكون معنا لسه في مساحات جاية قريب الله من نجم للغد في 2005 لاستوديو النجوم في 2010 مع المرحوم صلاح طه. كانت تجربة مميزة. نعم، تكلمنا عن التجربة. طيب اترحم على الروح الأستاذ الكبير يعني صلاح طه، و بحيي برضو غنات السودان وغنات هولم درمان
الذين أضافوا لنا كثير يعني في مسيرتنا الفنية وكذا. أنا سجلت 2010 برنامج صلاح طه، بس النجوم كان منافسة قوية جدا صراحة، فكنا منافسين يعني بحاجتنا وبإرادتنا وكذا، لحد ما وصلنا يعني سجلت 3 حلقات في السودان القومي برنامج النجوم. بعد ذاك أنا كنت سافرت القاهرة يعني ما قعدت كثير بعد البرنامج، فانطلقت في مسيرتي الفنية هناك. يعني أكثر حاجة كنت بشتغل حفلات يعني على رأس أفراح كذا برضو يعني. أندادك منو كانوا في الفترة دي في استوديو النجوم تحديدا؟ الفنانين اللي كانوا معاك اللي كان في بينكم منافسة؟ أنا بحي يعني زميلي الفنان إسلام كاريكا، يعني من هنا وصل له التحية، وفضل أيوب برضو ربنا يكتب الخير، أنا من هنا بحييه، والفنان فيهم عبد الله، دي كانوا دفعتي يعني دي 2005 ليهم التحية. آه نعم، احنا بنحييهم. ويمكن برضو يعني الفنان ممكن يتأثر بفنان زي ما كانوا ديل أندادك في فترة ما، بالتأكيد يعني في خلال مسيرتك يا قريب الله اتأثرت بواحد من الفنانين وكان عنده عميق أثر في دواخلك، بحيث أنه ممكن يكون أثر فيك بحبيت غناه، اتأثرت به وقدرت أنه يعني خلينا نقوله يجذبك لسوحو إبراهيم عوض. نعم أكيد طبعا. الرحمة والمغفرة للفنان الكبير الفنان الزري ابراهيم عوض، وانا من هنا بحيي اسرته الكريمه. يعني ابراهيم عوض بالنسبه لي انا اول فنان انا اسمع له، يعني اول فنان اغني اغانيه صراحه. يعني انا بذكر يعني اول اغنيه غنيتها في حياتي للفنان ابراهيم عوض اللي هي بتسال عني ثاني، يعني الوقت ده قبل نيوم الغزه يعني 2003 2004. محبتك لو كانت ناجعة يعني انه كنت بتسمع له ولا في زول حببك فيه؟ لا انا كنت بسمع له طبعا، والد برضه رحمه الله عليه، والدي كان بيحب ابراهيم عوض جدا، يعني حتى الاشرطه كلها بتاعته كانت لقيته في البيت مما قلت. فكنت يعني بسمع كثير للفنان الزري رحمه الله عليه ابراهيم عوض، وصراحه حبيت غناه يعني. طيب حس ما تسمعنا يا قريب الله ان شاء الله. طيب نسمع شنو ثاني؟ نسمع القمر بوبا الراحل المغيم محمد وردي. طيب نسمع. الصغيرة شكلك تلعراك يا قمر 10,000 سما، الصغيرة شكلك تلعراك يا قمر 10,000 سما، شغل روحي وقلبي معاك انا وين من لقيتك، لا من اباك القمر بوبا عليك دقيق
غازت عصير العيون مثل الفناجين السنو الفناجين يشيل ما بتحيش كشت ناجر ما بتحيش جردني أنا الزهير الزرق فوق تقول حرير شتني شفال يا ضمير خلي قلوب الصبيان تطير انت ريحتك تمور في غير ولا مثل السوداء نصير القمر بوبا
سلمة تبعد الشرق من حلتها لأن الأمة ولدت في جبل عرفات وضعتها تسلم البطن أجابتها في ترباية حبوبتها الدمير في صفيتتها الصفار سابق قدرتها معزورة أمها كأندستها وهلك الناس شافتها مع الزبان نود حلتها القمر بوبا عليك بني بوبا عليك بني القمر بوبا عليك بني طوالي بتوديني يا قريب الله لأنك من الفنانين القلائل اللي غنوا غنى نوبي يعني نعم ودي حاجة صعبة نعم الغنى النوبي تحديدا يعني من الصعوبة بمكان أنه فنان يغني وكمان حفلات نعم نعم, نعم والله هو الغنى النوبي يعني هو الإلغاء بس يعني طبعا النوبيين الإلغاء ده بسموه مكسوم أو تيمبو يعني لكن غنيت غاني كثيرة يعني نوبية أو أغاني بنفس الإيقاع يعني عشان بلدي أو كده فصراحة أنا يعني في القاهرة عديت فترة طويلة جدا وبعدين يعني جد استمتعت مع أخواننا النوبيين يعني في حفلاتهم وحاجاتهم كده يعني كانت فترة ممتعة يعني رحلة لثمانية سنوات هي ما حاجة بسيطة رحلة طويلة نعم. وتجربة ثرة يعني ممكن أقول إنه هي أضافت لك وخلتك أنت ذاتك تنتج عمل خاص نعم هل من أعمال خاصة لقريب الله؟ موجود أعمال خاصة طيب. الحمد لله رب العالمين يعني أمتلك 10 أعمال خاصة ما شاء الله ما كثيرة لكن يعني كبداية كده نعم هي كبداية طبعا حاجة نعم. كويسة جدا نعم. إنه يكون نعم. في 10 نعم. أعمال خاصة نعم. إن شاء الله بنتمناها زايدة إن شاء الله وبنتمنى إنه يكون في ألبومات قادمة بإذن الله وممكن قريب الله إحنا وصلنا معك لختام المساحة دي لكن عاوز أديك مساحة أخيرة الحابة إنك أنت تقول فيها ما نعم. تقول تفضل ممكن يعني احيي ولا قول اللي انت عايزه المساحه دي حقتك انت تغني فيها تحيي فيها تعمل فيها اللي انت دايره تفضل يعني تقول لنا حاجه اللي انت عايز تقولها تفضل ممكن نغني احنا الغنى في مساحه يعني نشوف المخرج عندنا مساحه نغني غنية هو بيقول لي الزمن من قبل انه الزمن انتهى طيب نحن لا ما اعتقد انه في زمن لغنية لكن ممكن تدينا مساحه اخيره بانك تقول تحيه لكل الناس اللي كانت حاضره معك طيب. في خلال مسيرتك انا بحيي الاستاذ الجميل الاستاذ الحسين على آلة الساكسفون والاستاذ الجميل اخوي الجميل يعني جالي على آلة الكيبورد اورج الاستاذ الجميل مامون على آلة الكمان موسيقار الجميل يعني لهم التحية وحيي كل الزملاء والإخوة والعازفين والمطربين والشعراء والملحنين قريب الله نحن كمان بنحييك ونسبة لضيق الزمن يعني إن شاء الله موعودين معك في مساحات قادمة ونحاول نسجل واحدة أو اثنين أو ربما ألبوم إن شاء الله. من خلال أعمالك الخاصة بإذن الله شكرا لك كثير أنا سعيد جدا بوجودي معكم يعني لأول مرة في قناة الشروق
ان شاء الله نطلع عليكم باعمالنا الجديده الخاصه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. وكان هذا هو مشروع لفنان، يعني انا ما عارفه في حوار داير من خلال الكنترول انه يعني في زمن لانه نعمل اغنيه. والله انا استميحكم عذرا لانه احنا يعني نمنح قريب الله ولو يعني اغنيه سريعه كده يا قريب الله ممكن نختم بها. طيب ممكن. طيب جميل، نحن ممكن ناخذ اغنيه ختام وخلونا نودع مشاهدينا ومتابعينا وين ما كانوا من خلال حلقه ظلال الاصيل لهذا اليوم. ان شاء الله بنتمناكم تكونوا استمتعتوا من خلال الحلقه دي، وانا عشان ما ضيق الزمن هخلي المساحه الاخيره للوتر هو اللي يعزف فيها من خلال هذه النهايات. في امان الله. Thank you.
وحياة عهدي ليك لسه ما زال حناني لسه ما زال حناني ديما بحني ليك بلقى الدنيا فرحة مهما تكون بعيدة بلقى الدنيا فرحة الأيام سعيدة تتحقق أماني مهما تكون بعيدة شوف كيف طلق سارة آلامنا وبكارة شوف كيف طلق سارة آلامنا وبكارة أمر أيام فراقنا أمر أيام فراقنا دابا ما شئت دابك دابا ما شئت دابك بلقى الدنيا فرحة لو ما جيك تايب بلقى الدنيا فرحة لو ما جيك تايب يكفي لي غاك لمحة يكفي لي غاك لمحة